ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you? This is your plan. إن شاء الله in this month we will do from سورة المرسلات to سورة الجن إن شاء الله. And now I will start سورة الجن from ayah to number 7. Listen to me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Inshallah, we'll do it all together, inshallah. And this is your plan. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.